حبيبي. There you go, يا wee little bugger. And so reflect longer. بس كويس ان التطوير اللي احنا عملناه خلانا نستحمل شوية. في صندوق فوق Boy, over here. Sir. Another map. Great. العالم ده معناها ان منصوب المياه هيجي تاني. Mir, what can you tell me about that giant lady with the bow? She was called Skadi, Queen of the Hunt.
You know what? I'll tell this one later. Scout, over! Almost ready! Try it! See the order! حد تاني خلاص كده قشطة ضربتين وانتهى الموضوع. بتاعتين ده ايه بقى ربنا يستر يا وانا اللي كنت فاكر ايش تاوش احنا بعد ما ضربنا البتاع اكيد وقعت لنا باب So, if you remember, I started a doozy of a story earlier. About Skadi, Queen of the Hunt. You know what? I'll tell this one later. If you remember, I started a doozy of a story earlier. It was about Skadi, Queen of the Hunt. Her father was Thjotsi, who could take the shape of any wild creature, and taught Skadi how to hunt them all. From the ribs of pack beasts, she fashioned second feet, allowing her to glide upon the snow so no animal could evade her. You know what? I'll tell this one later. It's not
Boy. Yes, sir. Okay, الحبل ده ممكن هو اللي وصلنا. Wonder who wrote this. ممكن يوصلنا هناك. آه فهمت. فهمت. المنطقة دي هتودينا منطقتين. لو نجحنا في حتة. الحمد لله. هل في حاجة تانية هنا؟ لا أعتقد. ايام كان المياه منسوب البحر عالي. وانا كنت سايب الحاجات دي. ايوه وانا لو زحلت اروح الناحية التانية. دي. One more for the collection. جميل جدا. بصوا يا جدعان بصوا يا جدعان انا عشان اجي هنا شايفين في حبال مربوطه انا عشان اجي هنا لازم ازحلق بالحبل فلازم مستوى البتاع ده ينزل كمان مره وبكده اقدر انزل حلو دلوقتي انا عاوز اطلع huh.
على انا فوق قوي. I think this is something. وناخد البتاعة دي. الحمد لله. أنا كنت فاكر إن هي بعد كده نرفع وبعد كده ننزل دي. بعد كده نرفعها وبكان هناك. بس الاول نكسر جاهزة مش متبرمجة انها تتعمل. تمام. وبعد كده نرفع دي. ويبقى احنا كده وصلنا لأول حتة صعبة. أتمنى ما يبقاش في فجأة. لا صعب الصراحة. فكك منه فكك منه ان شاء الله عنه ما تعمل.
easier than I thought. في واحد كمان هاي البوابة هي ثلاث علامات. اوكي ماشي ثلاث علامات. اذا ده في التاور مالين تمام ادي واحد الثانية A يا ليه حرف ال B تمام كده ما فضلش غير واحد ما فضلش غير واحد اللي هي على شكل رقم 4 اللي هي محبوسة محبوسة جميل جدا كده الباب اتفتح كده الباب كنت فوقي اللي جابك Nicely done. جميل جدا. فاضل واحد. اهو اهو هناك. جميل جدا. حد تاني يطلع. صندوق
Game you get then. لازم يحطوا لك علامات كده في ال عشان تبقى عارف ان هنا تقدر تطلع هنا تقدر تتعمل. نخش جوه. ربنا يستر. اوكي يلا بينا. تعال نعملها ابديت. ماشي سكيلت تعال جميلة. انا بزود القوة بس تمام أوي. يلا يا كده اعتقد كله تمام ما عدا الاخ ابن الوسخه اللي فوق ده كان قوي قوي وكان بيهجم بغباء ما بيهداش. ف طبعا انا مش عارف اروح هنا مش عارف اروح ازاي الصراحه يعني اعتقد سكتها تبقى طويله يعني بس مش دلوقتي يعني مش هرجع له دلوقتي. تعالى نحاول ننقذ التنين المحبوس هنا بما ان احنا يعني طورنا نفسنا شوية نعمل محبوس هنا. ولو فشلنا نكمل المين كوست بقى. انا بنسى ما خدش بالي من الكلام ده. So, if you remember, I've started a doozy of a story earlier. It was about Skadi, Queen of the Hunt. She became a huntress beyond compare, even to any god. Odin himself wanted her for his bride, believing she would bear him strong sons. But she spurned his affections, and for that insult, Odin vowed revenge. It was put forth that the Aesir were plagued by an eagle who would steal the precious golden apples of Idun. Not even the finest archer among the gods could bring it down. Odin knew that Skadi could not resist the temptation to prove herself superior. Or I can just tell you the story later. الصندوق اللي هنا كده ابن اللذين ده لازم نطلع فوق.
هيزودوا الايه؟ لا ده هيقلل كل حاجة بلاش. Lemire, you were in the middle of a story beat. Was I? Oh yes! Seeking revenge on Skadi the Huntress, Odin spread rumors that Aesir were plagued by an eagle. And so she joined the hunt. Skadi tracked the eagle as it flew where she alone could glide, and loosed an arrow from her unerring bow. When she collected her quarry, she found no eagle at all. But her own father, poor Thiotzi, slain by his own daughter. She was overcome with grief and shame, for there is nothing nature so reviles as a child who kills their parent. Skadi succumbed to her fate as winter's blanket fell, holding her father as the mountain held her in an embrace to last eternity. And we'll pick this up later. اتمنى ان بعد كل اللي عملته انفع. بص هو المشكلة ان في هنا دي عايزة تتدمر، في واحد مستخبي المفروض يعني. يلا Yeah.
هذا بيموت اهو. يلا 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 يلا. Time to set him free. Think he'll remember you? I don't know, lad. A lot's changed since we last crossed paths. I had legs. Yeah. أخيرا موت. كان كان صعب. يبقى فعلا لازم الواحد يطور عشان يقدر يعدل. واحدة واحدة بقى. There you go, you wee little bugger. Well, the dragon hasn't done much for his personality.
حد تاني؟ فضل تنين واحد. السحرة اللي كانت عم بطير عمالة تختفي دي كانت لازم تتقتل في الأول، لأن هي اللي عملت أول ال بقية الناس، عمالة تقويهم وأنا عمال أضرب وأحرد في نفسي، فأنت لازم كنت تخلص منها الأول وبعد كده تكمل. أوكي يا جماعة، أعتقد كده تمام. تعال بقى نكمل المين ميشن بتاعتنا.